مستمرين معاك كده كابتن عيسام، والفرحه كبيره جدا كابتن الفريق النادي الاهلي كابتن نادين عمرو بركه. كابتن دينا كنا بنتمنى زي ما بنقول نشوفك النهارده طبعا مع نادين ومع طبعا كل اللعيبه، لكن ان شاء الله القادم الافضل بالنسبه لكم. مبروك ليك ومبارك لكل اللعيبه. بس عندي اصابه، عندي مزه في الاماميه وعندي كمان مشكله صدريه وكده، امبارح كنت في مستشفى وعندي ازمه، بس كان لازم طبعا اجي مع الفرقه النهارده ومش مهمه اي حاجه. الحمد لله ان احنا كسبنا بطوله من السنه اللي فاتت، بس كانت مهمه بدايه سيزون جديد لينا، والحمد لله ان احنا قدرنا ناخدها، وان شاء الله لسه في 3 بطولات كمان. الصعوبه ايه؟ يمكن كل ما بتكلم مع اللاعبات الصعوبه كانت ازاي بالنسبه للبطوله دي تحديدا؟ انا عارف انتوا حققتوا 2 بطولة، لكن الثلاثيه بتبقى اصعب ان انتوا تستمروا على المستوى ده. دي حقيقه، يمكن بس عشان في فتره اصابات، وكمان كان في فتره توقف، ولان احنا بدانا السيزون من غير فتره اعداد، فيمكن بس ده كان اصعب وقت، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نعدي كل حاجه وناخد البطوله دي. ازاي قدرتوا ان انتوا تلموا بعض الفتره اللي فاتت مع الاصابات الكتيره اللي قابلتكم؟ لان في مراكز حساسه جدا كنتوا محتاجين ان انتوا تبقوا مقنعين، فازاي قدرتوا تلموا بعض كتيم ورك؟ وانت ككابتن فريق كلمتي مع البنات قلت لهم ايه؟ هو طبعا ان يعني اهم حاجه ان احنا كلنا كنا نبقى ايد واحده وكلنا اتمرنا مع بعض، وكان اهم حاجه ريكفري دايما بعد التمرين وستريتشنج بكل حاجه، وعشان كده قدرنا ان احنا نتفادى باقي الاصابات، والحمد لله ربنا كرمنا. بس لحضرتك جدا، شكرا.